شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية نهائي بطولة السوبر ليج لغرب آسيا لكرة السلة نهائي منطقة الخليج، والذي جمع المنامة والكويت الكويتي يوم أمس على صالة مدينة خليفة الرياضية، وانتهى بفوز الكويت الكويتي 99 مقابل 92. حضر المباراة سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة السيد فارس مصطفى الكهجي الأمين العام للجنة الأولمبية ومسؤولو نادي المنامة والكويت الكويتي وعدد من كبار الحضور والمدعوين. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بوصول نادي المنامة إلى هذه المرحلة، وأثنى على الأداء الرجولي الذي قدمه الفريق على امتداد المسابقة ليعكس تطوره على المستوى الخليجي، منوها سموه بجهود اللاعبين وعطائهم ودور الجهازين الفني والإداري ووقفة جماهير المنامة التي آزرت الفريق. وهنأ سموه فريق نادي الكويت الكويتي بفوزه في النهائي وتأهله للمرحلة القادمة، متمنيا له التوفيق والنجاح.